موقف الجزائر كان دائماً موقف واضح جداً. احنا حاملين إرادة لنتعامل مع هذه القضية السورية بروح مسؤولية كبيرة جداً، لكن لا نتدخل في أمور سوريا ولو نحن عرب ولو نحن مسلمين. لما الجامعة العربية اقترحت أن المعارضة السورية تأخذ مكان الدولة، احنا ما عندنا مشكلة مع المعارضة السورية، ما عندنا مشكلة مع الدولة السورية،